نستمع وإياكم إلى آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ جاسم محمد علي، فليتفضل تسبقه صلواتنا وصلواتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله ولتنفر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. صلوات. أحسنت يا جاسم، تلوت فأجدت، جعلك الله متمسكا بكتاب الله وعترة رسوله.